ملامح دور المجموعات في دوري الأبطال أفريقيا بانت امبارح بعد تأهل سيمبا. اكتمل عقد ال 16 فريق اللي هنشوفهم بيظهروا في دور المجموعات، ودول اللي هنتكلم عليهم مين ممكن يكون منافس محتمل، شكل المنافسة، توقعات المجموعة الأفضل بالنسبة للأهلي، وطبعا مباراة الأهلي وإنبي في قبل نهائي كأس مصر هي الحدث الأهم والأبرز اللي بينتظره عشاق النادي الأهلي إن شاء الله كمان 48 ساعة. ملفاتنا مفتوحة مع واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن أحمد عادل اللي بيشرفنا النهاردة في السادسة. مساء الخير يا كابتن أحمد حبيب. وأهلا وسهلا بيك بعد غياب شويه الحمد لله على السلامه حبيبي الزحمه، ومن الحلقات اللي بستمتع بيها مع حضرتك ودايما بسعيد وانا موجود معاك. تنور الدنيا حبيبي. تيجي نستعرض مع بعض 16 فريق اللي تاهلوا لدوري الابطال، وتقول لي مين ممكن يكون منافس محتمل، مين مرشح لتحقيق اللقب الى جانب النادي الاهلي من مصر، الاهلي وبيراميدز. شايف بيراميدز ازاي في المسابقه دي؟ أكيد ما فيش شك كمجلس إدارة بيراميدز دعم بشكل جيد للفريق، وده ممكن بعض المراكز اللي كان محتاجها دعم بشكل أقوى من السنين اللي فاتت للاشتراك في دوري أبطال أفريقيا. أعتقد أن السكواد عنده كامل عدد بنجومه اللي هو يقدر يخليه منافس قوي في بطولة أفريقيا، لأنها البطولة الأقوى على مستوى أفريقيا. اللي ما نجحش في الكونفدراليه، سؤال طبيعي والله وموضوعي، اللي ما نجحش في الكونفدراليه وكان دايما من الفرق المرشحه لتحقيق اللقب، هل يقدر في اولى تجاربه يثبت نفسه في بطوله بحجم دوري الابطال، قوه المنافسه، اسماء المنافسين وتاريخهم في البطوله؟ هل شايف انه ليه فرصه حقيقيه في المنافسه في على الاقل في دور تخطي دور المجموعات؟ بس استاذ احمد دايما لو هتتكلم على قائمه بيراميدز، قائمه بيراميدز انا بشوف ان هي عندها مقومات البطولة لكن ما بتحققش البطولة، ودي ترجع للعيبة أكتر من المجلس الإدارة وأكتر حتى من الجهاز الفني. اللعيبة كلها بتلعب منتخب مصر، كانت بتلعب أهلي وزمالك، بتلعب في أندية كبيرة، حتى الصفقات اللي جاية صفقات قوية، لكن مقومات البطولة دي بتبقى من أوضة اللبس عن طريق اللعيبة، ودي اللي ممكن بعض الشيء اللي بيبقى فيها شكوك شوية على فريق بيراميدز. تمام. لكن اللعيبة أكيد لعيبة كبيرة عندها أسماء، لكن مهم جدا الهدف والطموح اللي يبقى موجود عند اللعيبة وتحقيق البطولة، وخصوصا أن كل مقومات البطولة متوفرة ماديا، جهاز على أعلى مستوى، مجموعة لعيبة، خامات فنية جيدة. أعتقد أن مفيش حاجة ناقصاهم، وده كان دليل لكلامي مستر باتشيكو في أول الموسم. ان بيقول بلغه الكوره كده ان مجلس الاداره وفر لي لبن العصفور ان انا احقق بطوله، فاتمنى ان يمشوا بنفس النهج او بنفس الامكانيات الفنيه اللي عندهم، ومش ناقصهم حاجه بصراحه ان هم يحققوا بطوله. مرشح لللقب، منافس على اللقب، بعيد عن الحسابات، تحطه في اي خانه؟ لا، مش هنقدر نقول مرشح لللقب، ممكن يعدي الدور اللي جاي، يعدي الدور اللي جاي. لكن جنوب بعض أفريقيا. الفرق نروح نمشي فريق فريق. سان داونز جنوب افريقيا مرشح، ده ما فيش خلاف عليه ولا ايه؟ طبعا مرشح. لا مرشح الله. مرشح بس ما عندوش برضو ان هو يحقق البطوله، يعني ما عندوش مقومات ان هو يحقق البطوله، لان زي ما بقول لحضرتك مقومات البطوله واحنا بنراجع على الفرق. بس سان داونز عنده كل مقومات البطوله، يعني هو تاني اعلى قيمه تسويقيه بعد النادي الاهلي، كواليتي كوره الكل متفق عليها على مستوى افريقي، نادي جماهيري، نادي حقق اللقب قبل كده، نادي بطولات بيفوز في جنوب افريقيا وبره جنوب افريقيا. ايه المقاومات اللي ممكن يكون بيفتقدها سان داونز؟ ان هو يحقق البطوله، لان دي اللي موجوده عند النادي الاهلي على حساب الزمالك في 2016، حقق مع بيتسو موسيماني. بس انا هنا هضطر اروح مقارنه بالنادي الاهلي. يعني لا انا مش بقارن بالاهلي، لانه الاهلي خارج المنافسه يعني الاهلي بالذات السنه دي. الاهلي مش عايز ده يبقى ثقه عاليه، ومش عايز ده يبقى غرور، لانه هو مش ثقه، دي ارقام. لكن انا بتكلم على واقع، الاهلي السنه دي افضل بكتير من الاربع سنين. انت تاهلت اخر اربع نسخ للنهائي، بشوف ان نسخه الاهلي السنه دي مع مارسيل كولر هي اقوى نسخه في الخمس مواسم الاخيره، ففرص الاهلي ان شاء الله باذن الله كبيره جدا. انا بكلم حضرتك هتلاقي سان داونز اللي هو اخرها 2016، ايوه، يعني بقاله حوالي 7 سنين ان هو ما حققش البطوله. دي برده ممكن تبقى مشكله عنده، ان هو بيوصل فاينل وبيوصل سيمي فاينل بس ما بيقدرش يحقق البطوله دي. لكن هو يقدر يوصل يقدر يعني تحطه في خانه المرشح. مرشح أكيد. مرشح للقب. تمام، يبقى عندنا مرشح ومنافس. طيب جالاكسي من بوتسوانا؟ لا، ممكن خارج المنافسه. خارج المنافسه. الترجي التونسي السنه دي؟ الترجي ممكن يوصل ادوار متقدمه، لكن يعني مش مرشح ولا منافس؟ لا مش مرشح، ممكن يكون منافس قوي. نجم الساحلي تونس
النجم الساحلي لا منافس قوي برضو، منافس مش قوي. مرشح. مدينة الغاني لا ما خارج المنافسة، خارج يعني. المنافسة. بيترو أتلتيكو الأنجولي، بيترو أتلتيكو ممكن يكون منافس قوي، منافس قوي، منافس قوي، ممكن يخرج فرق كبير، منافس قوي يخرج فرق كبير طبعا. دايما بيترو أتلتيكو بيبقى يعني هي يعني فرقه دايما بتقدم مواهب، بتقدم نجوم، بتلعب كره محترمه جدا، لكن ما عندهاش برضو فكره ترجمه ده لتحقيق لقب او بطوله. لا هي فرقه بيترو اتلتيكو من النوعيه اللي بتطلع لعيبه كويسه، بتطلع لعيبه صغيره، متوسط الاعمار عندهم صغير في السن، بيبقوا مركزين في حاجه غير تحقيق البطوله، ممكن حته استثمار، بيع لعيبه. تمام. فده يانج افريكانز وصيف الكونفدراليه السنه اللي فاتت تنزانيا. لا منافس قوي، منافس قوي ده. عندنا مازيمبي الكونغولي. مازيمبي من الفرق اللي برضه ممكن تطلع فرق كبيره، يعني بتقدر تلعب مع فرق كبيره واعتقد ان هو منافس قوي. لا منافس قوي، منافس قوي. الوداد المغربي. الوداد مرشح، الوداد مرشح، مرشح ومنافس قوي اكيد يعني. مرشح للقب، يبقى اكيد طبعا عدى فكره المنافس. انت اخترت لغايه دلوقتي ثلاثه مرشحين، الاهلي وسان داونز والوداد. طيب الوداد. اسك ميموزا كوت ديفوار. لا اسك بقاله كتير بعيد عن عن فريق اسك اللي هو زمان القوي اللي هو يعني احنا لما كنا موجودين. هو اسك ميموزا اعتقد ان هو كان اسك ابيدجان. هو اسك ابيدجان من يعني من كبار القاره ايام زمان يعني، لان احنا اللي لعبناهم سنه 2007 كان بقالهم 14 سنه ما بيخسروش. فكانت مباراه، وكانت اول خساره كانت الحمد لله على ايدينا احنا يعني. من بعد 14 سنه يا تعادل يا مكسب، كان على ملعبهم بالذات في كوتوفوار. من بعدها ما رجعش، ما شفناش اسك ابيدجان تاني. جول ابو تريكه. لا هو عموما باستثناء سان داونز اعتقد انه في سيطره شمال افريقيه على البطولات الافريقيه، سواء دوري ابطال او كونفدراليه. لان حصل تطور كبير في شمال افريقيا وفي منافسه امام النادي الاهلي. طيب هتحط اسك ميموزا خارج الحسابات ولا منافس؟ لا خارج، خارج الحسابات او خارج المنافسه. نواديبو موريتانيا اعتقد برضو لا مفيش تاريخ كبير، خارج المنافسه، خارج المنافسه. الهلال السوداني. الهلال منافس قوي لكن منافس مش مرشح، وخصوصا في ملعبهم يعني، في ملعبهم بيبقوا متعبين يعني في المباراه. سيمبا التنزاني. لا يعني ممكن نقول منافس يعني، منافس قوي. شباب بلوزداد الجزائري. لا من الفرق المرشحه، المرشحه شباب دي بلوزداد. فاجئتني. لا 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 من الفرق المرشحه، لان السنه دي عاملين فريق جاي يعني شايف ان فرص شباب بلوزداد اعلى من فرص مثلا فريق زي الترجي او النجم الساحلي او مازيمبي. ممكن لو هنقول في المربع ممكن بنتكلم في الاهلي، سان داونز، الوداد، ممكن يخش معاهم شباب بلوزداد او فريق كمان مثلا مازيمبي مثلا. مازيمبي مثلا فيعني ممكن هيبقى من الخمسه او السته اللي هم الماشيين يعني. دول اقرب بالنسبه لك؟ دول اقرب يعني، مثلا في دور الاربعه مثلا ممكن نلاقي الاربع فرق دول. صحيح، هو جزء كبير جدا منهم هنسخن معاهم في دوري الابطال، في الدوري الافريقي يعني. أكيد. سيمبا، بيترو اتلتيكو، سان داونز، وداد، كلهم منافسين محتملين للاهلي في مشواره في الدوري الافريقي. ما هي دي من اقرب الفرق يعني، دي من اقرب الفرق، واكيد بتبقى منافسه قويه امام النادي الاهلي، وخصوصا هتلاقي حضرتك السنه دي من الفرق اللي يعني في اكتر من فرقه تنافس النادي الاهلي بعكس السنين اللي فاتت. يمكن كنا بنشوف اللي وصل مع الاهلي الوداد، بس احنا كل سنه بيبقى في يعني الوداد خصم عنيد، سان داونز خصم عنيد، ما فيش بطوله خدناها بتهالي كانت سهله. ده البطوله السنه اللي فاتت بيقولوا عليها البطوله اكثر دراما في تاريخ النادي الاهلي. ممكن كانت اكثر دراما للظروف اللي كانت فيها النادي الاهلي، لكن ما كانش منافس قوي مثلا، كان موجود سان داونز موجود، كان الوداد موجود، لكن مش زي السنه دي في حوالي 6 أو 7 فرق ممكن. يعني انا فاكر تصريحات لنجوم كبار مصريين، مش بتكلم على بره، دايما يقول لك سبحان الله يا اخي. شوف لما تابع مثلا الاعلام التونسي او الاعلام المغربي حتى، رغم المنافسه بين الاهلي والمغرب شديده شويه السنين اللي فاتت والانديه المغربيه،
الاهلي واخد بطوله من نهضه بركان، واخد بطوله من الرجاء، واخد بطوله من الوداد. الوداد فيعني في المغاربه المفروض يبقوا شايلين من الاهلي شويه. ورغم كده لما تجد الاعلام الاجنبي او المغربي او التونسي او حتى السعودي مثلا، الاعلام العربي عموما بيتكلم على الاهلي يا اخي حطوه في حته ثانيه حتى وهو في اسوء حالاته. على العكس تماما، الاهلي لما يتعثر شويه هنا ويحصل دروب زي ما حصل في دوري الابطال في السنه اللي فاتت، الكل راهن وبصوت عالي جدا يقول الاهلي خارج البطوله والاهلي مش هيكمل والاهلي مش هيحقق اللقب. لا، دايما دايما الاهلي بيبقى عنده الدوافع بيستمدها من الكلام ده، ان الاهلي خارج المنافسه، الاهلي خارج البطوله، مش على المستوى الفني اللي يليق بيه، لكن ده بيدي دوافع داخل اوضه لبس النادي الاهلي وداخل. طب خليني اسالك بس الكلمه اللي انا قلتها من شويه، انه الاهلي السنه دي يختلف عن السنوات الاخيره او الخمس او الاربع مواسم الاخيره اللي حقق فيهم البطوله ثلاث مرات واللي وصل فيها للنهائي اربع مرات على التوالي، يختلف من حيث الاداره الفنيه. تاني سنه مارسيل كولر، اكثر نضجا، اكثر خبره، اكثر ممارسه، اكثر درايه بالمسابقه نفسها وطبيعه المنافسين والانديه اللي بتخوض المنافسه مع النادي الاهلي، اكثر درايه حتى بالسكواد بتاعه وبلاعيبته. تدعيمات الميركاتو، ثلاث صفقات، امام ورضا وموديست، وعوده معارين زي صلاح محسن وكريم ندفت، وعوده اكرم توفيق وكريم فؤاد من الاصابه، بتتكلم على سبع لاعبين يمثلوا اضافه حقيقيه للاهلي السنه دي. ايه الاختلاف بين الاهلي السنه دي وبين الاهلي السنه اللي فاتت؟ اكيد ما فيش شك كل الامكانيات متوفره حتى للجهاز الفني، وده ما يميز النادي الاهلي على مدار سنين هو الاستقرار الاداري، وده بينطبق ينعكس على الفريق كتيم مع مدير فني ذكي جدا قوي الشخصيه، ملم بكل الامور الفنيه والامور حتى معرفه كيفيه امكانيات اللعيبه واستقراره او الابقاء على القوام الاساسي للفرقه، زائد ان الراجل دايما بيشتغل على طريقه لعبه معينه، ان ال 25 لاعب وده بيظهر في المباريات، يعني ممكن بنقول كلام ممكن ما بينطبقش في الملعب لكن الكلام ده بينطبق في الملعب، وده ظهر اكتر في مباراه سان جورج الاخيره، ان حوالي سته لعيبه ما بيشاركوش او كانوا بعيد ويخشوا تلاقي نفس الاداء، نفس سيستم اللعب، نفس اداء اللعب، ده بيرجع للراجل واستقراره على القوام الاساسي للفرقه مع الدعم الكامل من مجلس الاداره اللي بيدعمه بصفقات جديده ناقص الراجل، والراجل كان دايما بيناشد الفتره الاخيره بفرود صريح، لان هو بقى له فتره بيلعب شريف، ممكن فرود مش مركزه الاساسي لكن كهربا مش مركزه الاساسي لكن هو بفرود رقم 9، قدر مجلس الاداره يوفر له صفقه زي موديست في مكان كان ناقص عنده مع رعيل حمدي فتحي، مجلس الاداره وفر له امام عاشور لصغر سنه، امكانيات فنيه كبيره جدا، فكل الكلام ده هيوفر له استقرار، هيوفر له اداء جيد، مع ان اللعيبه مساعده بشكل كبير جدا ان هو يطبق اسلوب لعبه، وده يرجع لخبرات اللعيبه وحتى مدى استيعابهم لشغل الراجل ولطريقه لعب الراجل. لكن الراجل من مميزاته ان هو مثبت تشكيل، مثبت سيستم لعب، مثبت قوام اساسي بيلعب بيه، كل اللعيبه بيشارك بال 25 لاعب، ودي كان بقالنا فتره ما شفناهاش في النادي الاهلي، ودي كان من ضمن السلبيات اللي كان فيها مستر موسيماني اللي كنا بنتكلم عليه دايما. كان في تحقيق بطولتين لافريقيا لكن كان 15 او 16 لعيب اللي بيعتمد عليهم طول الموسم، وده كان مسبب ازمه للنادي الاهلي فيما بعد. لكن الراجل دلوقتي معتمد على 25 لاعب، اللي مطمني بشكل كبير جدا خلاص ان كل اللعيبه رجعت وبقت موجوده، وخصوصا كمان اهم كريم فؤاد، وكانت عوده بالنسبه له انه يرجع بهدف يديله ثقه كبيره جدا مع عوده اكرم توفيق، مع اضافه للصفقات اللي حضرتك قلت عليها. لا اكيد ظهور كمان رضا سليم في بدايه المباريات، يعني كل ده بيضيف للنادي الاهلي، كل ده بيضيف حتى للمراكز اللي داخل النادي الاهلي، ان يبقى عندك اثنين او ثلاث لعيبه بيشاركوا في اي وقت، كل ده بيضيف للراجل. فكل العوامل دي لازم هتلاقي بطوله في الاخر. انت كان معاك دويتو في الملعب؟ دايما بيبقى في دويتوهات، في حاله تجانس وتفاهم طبيعي طبعا، الكره الجماعيه ومدير فني وشغل وتكتيك والتزام خططي وكل الكلام ده مفهوم، لكن في اوقات كتير جدا بتحس ان في تفاهم بصرف النظر عن التدريبات والتكليفات اللي مطلوبه من المدير الفني، الاثنين اللعيبه دول فاهمين بعض بدون كلام، يعني من غير ما يبصوا لبعض طبعا، من غير ما يبقوا عارفين او شايفين بعض في الملعب، هم فاهمين كل واحد بيفكر ازاي، وبناء عليه بيبقى في لغه تواصل كده. ما هو كان دايما ما كانش اللاعب اللي قدامي، يعني كان اللي قدامي على طول، ويمكن كنا يعني احنا كنا اربعه في مكان واحد، وكان اللي ثابت دايما قدامنا كان بركات، محمد بركات.
كنت ساعات انا العب ساعات كابتن اسلام الشاطر، فتحي، احمد صديق، لكن اللي كان دايما جنبنا على طول محمد شوقي. محمد شوقي بالنظره، بنظره العين كده، حتى من غير حتى ما ابص له شوقي على طول فيه الملكه دي، اللي هو اطلع ما تخافش. فدي بتطمن، بتطمنك انت وانت لاعب، وده بيضيف للفرقه بشكل كبير جدا. وكان هو اللي متحكم في رتم لعب النادي الاهلي الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها كان محمد شوقي، لكن كان اللي ثابت دايما قدامي على طول هو بركات. فكان في زي انسجام بشكل كبير جدا للجبهه دي يعني. شوقي كان برضو يعني عمود في الملعب. طبعا طبعا. لا، من اميز جداً. من اميز ديفندرات اللي حتى تطور شكل الديفندر في مصر. صحيح. ان هو يروح ويسدد على المرمى يجيب اهداف. فلا، شوقي لا، وبروفايل اوروبي طبعا. يعني بفتكر انه يمكن يعني ستايله يكون قريب جدا من باتريك فييرا بالظبط، بتاع منتخب فرنسا والارسنال. طبعا واحد، والحقيقه البروفايل ده احنا مفتقدينه حتى في الديفندرات عندنا بقالنا فتره طويله. لا، ما احنا بقالنا فتره مفتقدين، عندنا ديفندرات كويسين، بس انا بتكلم على بروفايل شوقي، اللاعب يعني جسمه ضخم، قوه بدنيه مطلوبه جدا في المركز ده، سرعه، بوكس تو بوكس، بيروح على الجون وبيسجل. فيعني البروفايل ده، مش فاكر اخر حد ممكن يكون جه شبه محمد شوقي في نص الملعب مين. لا، في 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 لاعيبه كتير يعني، كان اهمهم برضه حسني عبد ربه. كان برضه بيقدر يعمل. حسني بروفايل تاني يعني، حسني بروفايل طبعا لعيب، بس هم في كتير في كتير في المنطقه دي. لا، ده احنا عندنا في الحته دي كتير. صحيح. عندنا احمد حسن، وعندنا حسام غالي. حسام غالي طبعا. حسام غالي ده عالمي. حته ثانيه خالص. حسام غالي بصراحه طبعا من اللعيبه اللي تمزجك كوره. لا، انا دايما بتكلم على النص، في الحته دي، في الحته دي حسام غالي يعني في حته ثانيه خالص. في حته ثانيه خالص. يعني لا، صعب صعب برضو ده ما يكونش واصل للناس، ان انت تشيل نص ملعب النادي الاهلي ده مش سهل. يعني زي ما بنتكلم دلوقتي على مثلا مروان عطيه، على اليو ديانج. أيوة. قبل ربنا يرجعه بالسلامة السولية، يعني الحته دي رقم 6 ده اللي في نص الملعب. لا بس الملعب. انا انت عارف قصدي يا احمد، انه المركز ده والمنطقه دي في ملعب ليها متطلبات موجوده طبعا بلا شك، في اليو ديانج، موجوده طبعاً بلا شك في مروان، موجوده في حمدي فتحي قبل ما يمشي، موجوده في لعيب زي طارق حامد مثلا، موجوده. لكن ان يكون عليها كمان زياده انك تبقى كوير، انك طبعاً انت الجمهور يبقى مستني الكره تيجي ليك عشان هيشوف في لقطه متعه طبعاً. دي اللي كانت بتميز حسام غالي. لا، بتميز حسام غالي، كان من نوعيه كمان حتى اللي بيتحكم في رتم اللعب. يعني هو مش ديفندر او ستة رقم 6 6 او بيلعب 8. لا، بيبقى عنده حريه ان هو دايما بيكمل. أي. وممكن يصنع اهداف. أي. ممكن يبوظ لك هجمات بشكل كبير جدا، وده كان بيظهر في الفرق امام الفرق. صحيح. الكبيره. لا، فارق، كان فارق مع نص الملعب. ولما كبر كمان نزود على ده دوره كليدر في الملعب بصراحه، ككابتن فريق. يعني كابتن مش شارة، لا، كابتن فريق بيتكلم وبياخد موقف وبيقوم الفرقه وبيوقف الامور عند حد. يعني كان عنده كنترول شخصيته جوه الملعب برده، كانت واضحه جدا طبعا. هو لاعب زي كده بيوفر حتى على المدير الفني، ان يعني لازم يبقى في قائد داخل الملعب. أيوه. فكان بيوفر عليه مدير فني اكيد. هرجع لحته الدويتوهات قبل ما اروح لماتش امبي. مين الدويتوهات اللي راهن عليها احمد عادل الموسم ده؟ يعني انت بتتكلم على او كلمنا على 7 اسماء زادوا فعليا على سكواد مارسيل كولر وسكواد النادي الاهلي السنه دي، وده هيعمل الى حد ما زحمه. وده الراجل بيشتغل على فكره روتيشن، فممكن مثلا معلول يبقى بيلعب الماتش ده مع الشحات، اللي بعده بيلعب مع رضا سليم، اللي بعده بيلعب مع عبد القادر مثلا. يعني الناحيه الثانيه ممكن تلاقي مثلا هاني بيلعب مع بيرسيتاو، ممكن يكون بيلعب مع كريستو، ممكن يكون بيلعب مع ساعات حسين الشحات برضه يعني. وراجل مثبت حسين اكتر شمال وتاو يمين. يعني اقصد اقول هيبقى الروتيشن ده بيخلي فيه ناس كتير شغاله على بعضها. ايه الدويتوهات اللي ممكن تكون انت تتمنى انها تكون موجوده او حاسس انها ممكن تراهن على نجاحها الموسم ده مع الاهلي؟ اللي انا بشوفهم دايما يعني زي ما حضرتك قلت، هاني ثابت على طول وعلي معلول ثابت على طول، والتغييرات كلها في الطرفين اللي قدام. لكن اللي انا بشوف ان هم في يعني في قمه الهارموني ده بيرسي تاو وهاني، ومن الناحيه الثانيه حسين الشحات وعلي معلول. دول اميز اثنين يعني. لكن مفيش دويتو جديد يخش فيه رضا سليم. رضا سليم اضافه قويه، ومنافسه شديده. رضا مثلا مع السنه رضا مع علي السنه اللي فاتت كان في دويتو، مش عارف تاخد بالك منه ولا لا، تاو وكهربا.
والتو كهربا صح؟ لا السنه دي امام وكهربا. السنه دي امام وكهربا دي اللي ضافها امام في نص الملعب. يعني دي اللي ضافها بشكل كبير جدا. حته التكمله، حته الثرو باص اللي بيعمله امام، بيطلع كره من رجله صح، بيقدر يخلق فرص حتى للفراوده. دي الاضافه اللي عملها امام عاشور، بيقدر يسدد على المرمى برجله الاثنين. فاعتقد ان دي اضافات هتضيف لخط هجوم النادي الاهلي ان شاء الله. طيب نروح لماتش امبي اجمالا كده او بشكل يعني مختصر، شايف المواجهه دي ازاي؟ وشايف امبي دلوقتي في مواجهه الاهلي في كاس مش في دوري ازاي؟ اكيد امبي انا يعني من متابع جيد، وخصوصا للكابتن تامر مصطفى المدير الفني، ومدير فني على مستوى عالي جدا. أيوة. اكيد النادي الاهلي هو بيلعب النادي الاهلي، النادي الاهلي كتاب مفتوح بالنسبه له. ممكن هيعاني بعض الشيء امام النادي الاهلي، لان النادي الاهلي فيه مفاتيح كبيره، خبرات اكبر، وخصوصا ان لعيبه امبي المتوسط العمر 24 سنه، من 24 ل 25 سنه، لسه ما عندهمش الخبرات، لكن عندهم نشاط الشباب، فريق منظم، في استقرار حتى فني، ولان هم دعموا بصفقتين بس السنه دي، ومحافظ على القوام الاساسي من اللعيبه. تيجي نشوف الاسماء اللي رحلت عن امبي والاسماء الصفقات الجديده. تعال نستعرض مع كده، نحاول نتخيل شكل امبي في مواجهه الاهلي يوم الاربعاء اللي جاي، ونحاول طبعا نتكلم على طريقه اللعب و السيناريو المتوقع، وان كنت طبعا عارف انه مواجهه الجيش تختلف عن مواجهه الاهلي، يعني اخر ماتشاتهم لعبوها قدام الجيش. اخر ماتش كان قدام الجيش وحصل تعادل. دي الصفقات اللي اشتراها او اللي ضمها فريق امبي السنه دي، زياد طارق طبعا لاعب الاهلي السابق، دي كانت فري ترانسفير، و نجوم ده لاعب من مالي اعتقد، ده عالم مالي صح؟ سنغالي. في نجمه ماشي سنغالي. ده كان بيلعب في فريق اسمه جوادي الواي تقريبا، يعني جوادي الواي. جوادي الواي في السنغال. اوكي، دي الصفقات بس اللي عملها او اللي عملتها اداره امبي. بص حضرتك هتلاقي متوسط السن، يعني لعيب السنغالي ده هتلاقيه 19 سنه. ايوه، وزياد وهتلاقي زياد 23 سنه. انا ما اعرفش، عارف زياد لكن ما اعرفش النجوم اللي هو لاعب. لا ده لاعب عنده، ده المهاجم راس حربه. ده عنده 19 سنه. ده اللي معتمد عليه كابتن تامر مصطفى، اللعيبه الصغيره، اللعيبه الشباب اللي تقدر تنفذ تعليماته. ايوه، ان هو يقدر يحركها على المستوى اللعب اللي هو بيلعب بيه. هو ولا اوفا ممكن يكون مرشح للماتش اللي جاي؟ لا اوفا. اوفا تمام. طب نروح للعيبه اللي رحلت عن سكواد. مش عمرو مرعي، عمرو مشي راح المقاولين. شميل سبيكلي. أيوة. ابراهيم جلال، باسم عادل، عمر عدلي، خالد رضا، مؤمن راضي، محمد اسماعيل، جرجس مجدي، ديريك كاكوزا. ده في فرقه كامله مشت؟ لا، في لعيبه كتير بس ما كانوش بيشاركوا السنه اللي فاتت. ما كانوش بيشاركوا بصفه مستمره، لكن زي ما بقول لحضرتك اللي ما يميز كابتن تامر وفريق امبي ان هم محافظين على حتى على القوام الاساسي اللي كان بيشارك السنه اللي فاتت. طيب انا عارف طبعا انه يعني لما هتيجي تفكر كمدير فني في مواجهه الاهلي تختلف تماما عن مواجهه اي فريق تاني، وبالتالي ممكن تلجا لتكتيك او طريقه لعب او حتى تشكيل مختلف عن اللي انت متعود عليه او بتواجه بيه معظم منافسيك على مدار الموسم، لكن مفيش حاجه تمنع ان احنا نبص على اخر ماتش لفريق امبي كان قدام فريق طلائع الجيش، ونشوف كده التشكيل والطريقه اللي اعتمد عليها تامر مصطفى المدير الفني لنادي امبي. هو كابتن تامر بيلعب 3 4 3. بيلعب 3 4 3، وبالذات طريقه اللعب دي تعتمد على الباكين، باكين الطرف اللي بيعمل زياده عدديه. مين مفاتيح لعب عندهم يا كابتن احمد؟ لا، في اكتر من مفتاح لعب. يعني شايف هنا رفيق كاب، وهو كمان راس الحربه الصريحه اللي لعب بيه التشكيل، يعني في لا هم عندهم نزعات هجوميه وخصوصا من على اطراف الملعب. عن طريق محمد هلال او حواش. دول من محمد حمدي اعتقد لو هو نمره 47 صح، لو ده اختصار حمدي، مفترض ان محمد حمدي دايما بيلعب ناحيه الشمال، ده اللي انا اعرفه عنهم يعني، او على اعتماد امبي على حمدي، لكن هنا برضو كان واضح انه كان ليه ادوار هجوميه وبيلعب ناحيه اليمين.
لا هو ممكن طريقه اللعب مع النادي الاهلي هتختلف شويه هتختلف شويه، مش هيبقى فيه نزعه الهجوميه، مش هيلعب جيم مفتوح زي ما كان بيلعب الجيش، هيبقى عامل حساب مفاتيح لعب النادي الاهلي كويس. فاعتقد ان لا في اول المباراه هيبقى في مرحله جص نبض من انبي، وخصوصا انه بيلعب امام فريق كبير زي النادي الاهلي، فاعتقد ان هيبقى في حرص بشكل كبير جدا قفل مساحات، وده اللي اكيد هيشتغل عليه كابتن تامر. هل يلجا لخطه 3 4 3 قدام الاهلي؟ لانه الى حد ما خطه فيها الدفاع هجومي يعني، وخصوصا مع قوه الاهلي الهجوميه، انت بتتكلم يمكن انه اقوى خط في النادي الاهلي هو الخط الهجومي. لا هو هنا ولا بيبقى صعب على مدير فني يغير طريقه حفظ لعبته او عود لعبته عليها؟ ما انا لسه هقول لحضرتك، هو ممكن يلعب بنفس الطريقه لكن بيدي مهام دفاعيه لباكين الطرف. لباكين اللي يعني هم الطرف اللي قدام، يعني تقلب اكتر ل 5 4 1، ممكن يلعب 5 4 1 5 4 1 او 5 3 2 اه، فممكن يقلب الطريقه كده، لكن هو هيبقى مثبت الثلاثه اللي ورا، مع ان هيبقى في حرص بشكل كبير جدا من الباكين ان هم ما يزيدوش بشكل كبير، لان هو اكيد كابتن تامر عايز يقفل على اطراف الملعب، يقفل اطراف الملعب سواء عن طريق بيرسي التاولة او شارك او عن طريق حسين الشحات. مفاتيح اللعب ومصادر الخطوره في الاسماء اللي موجوده في قائمه امبي كابتن احمد، لو ممكن مين لو قفلت عليه توقف او تشل حركه امبي او تشل خطوره امبي في المباراه؟ لا هو كابو هو من فراودة اللي ممكن من نص فرصه يجيب لك هدف. رفيق كابو وحواش برده مفتاح لعبه مهم. لا مفتاح لعبه مهم، ممكن النادي امبي برده بيقدر يستغله في بعض الاوقات، دي ممكن من اميز اللعيبه لفريق امبي لو قفلت عليهم بشكل كويس. لا مش هيبقى فيه خطوره على النادي الاهلي. طيب اروح للاهلي والطريقه والتشكيل، مش التشكيل يعني الطريقه، خلينا نقول الانسب، وخصوصا انه هنا انت قدام حيره. هل بعد مباراه سان جورج الاخيره، انا اعتقد انه وانت كنت ابتديت كلامك بفكره انه في 6 لعيبه بداوا ما كانوش بيبداوا بشكل اساسي وكل اعتقد قدم مباراه كويسه، هل تراهن على استمرار بعضهم؟ مش لازم كلهم، لكن هل تراهن على استمرار بعضهم ولا تغير في التشكيل ولا ترجع للتشكيل اللي انت بدات بيه الموسم؟ لا انا افضل يرجع بالتشكيل اللي هو بدا بيه. يرجع بالتشكيل اللي بدا بيه، هو التشكيل المعتاد للنادي الاهلي، ومحمد الشناوي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد هاني في نص الملعب، الي ومروان، وقدامهم امام، حسين الشحات، بيرسي تاو، كهربا. ما تبتديش بمودست ورضا سليم وقفشه. قفشه اللي قدم يعني مباراه كبيره جدا، وهنا الجزء برضو انت اكيد مريت بده، عارف قد ايه لما لعيب بيعمل جيم كبير، يعني قفشه الماتش الاخراني واخد مان اوف ذا ماتش، والكل الحقيقه اجمع لو كان نجم المباراه قدم مباراه كبيره جدا، تبقى محبطه للعيب شويه لما تيجي المباراه اللي بعدها تلاقي نفسك مش اختيار اساسي. بس دي بترجع حتى للراجل للمدير الفني وكلامه حتى مع اللعيبه، يعني ممكن كلامه مع اللعيبه حتى لو عايز، ما هو في عمليه تدوير ودي سياسه الراجل، دي ما بتزعلش اللعيبه، لان كان في، انت لو حضرتك تشوف الدكه بتاعت النادي الاهلي الماتش اللي فات كلها 6 اساسيين، فاللعيبه كانت بتلعب، فده ما يزعلش، هو بيحصل عمليه روتيشن، في تدوير على كل اللعيبه، وارد ان ممكن قفشه يلعب على حساب امام لكن اللي ما يميز لعيبه النادي الاهلي ان هم خلاص بقى عندهم الثقافه دي. بقى طريقه الترابط اللي بينهم وبين الراجل، ان خلاص كل لعيبه بتشارك، كل واحد ليه دور امتى وانه مباراه، دي اللي بيتحكم فيها الراجل ودي اللي الراجل عاملها بشكل كبير، ان اللعيبه مش بتزعل، اللعيبه مش بتقلب وشها. تفتكر مارسيل كولر وهو بيعمل الروتيشن ده في دماغه تشكيل مثالي، او في دماغه حاجه عايز يوصلها؟ خد بالك انت هتلعب ماتش امبي ده، ومن بعده ماتش الاسماعيلي، وبعد كده تبتدي مشوار الافرو ليج، فجزء كبير جدا من الراجل بيفكر، يعني اعتقد انه طبيعي وهو بيلعب الماتشات دي بيفكر كمان انه السكواد تبقى كامله او جاهزه، عندك ماتشين سان جورج غاب عنهم 2 لعيبه اعتقد هيبقوا مهمين جدا في مشوار الاهلي افريقيا وفي كاس العالم زي رضا سليم وزي انتوني مودست، محتاج تدخلهم في الفرقه، محتاج ياخدوا حساسيه ماتشات، يبقى في انسجام وتفاهم اكتر بينهم وبين بقيه اللعيبه، كل ده مش هتعمله غير في 180 دقيقه بس، ماتش امبي وماتش الاسماعيلي. اعتقد ان هم هيبقى لهم فرص طبعا. ما يميز الراجل عنده ثوابت،
يعني الراجل عنده ثوابت شغال عليها مع تغيير بعض اللعيبه اللي احنا اتكلمنا فيها، لكن اللعيبه اللي مش هتشارك في افريقيا هتبقى ليها دور سواء في البطوله المحليه او في بطوله الكاس، بطوله الدوري او بطوله الكاس، مش هيخسرهم برضو لكن هيخشوا في نفس سيستم اللعب في نفس اداء اللعب. فهنا ده ذكاء الراجل، لما بنقول الراجل ذكي ان هو بيعرف يتعامل مع كل اللعيبه بنفس السيستم بتاعه ونفس الاداء بتاعه، بيقدر يوصل للعيبه ان انا في بعض اللعيبه انا ممكن اعتمد عليهم في المباراه دي، في لعيبه ممكن اعتمد عليهم في المباراه اللي جايه. فده عامل حاله جيده داخل اوضه لبس النادي الاهلي، عشان كده ما فيش مشاكل داخل اوضه لبس النادي الاهلي. لكن سواء رضا سليم او مودست اكيد اضافه للسكواد النادي الاهلي او طريقه لعب الراجل، وهو الراجل بيبقى ملم بكل الامور الفنيه حتى في اي مباراه، ان هو يبدا بانه تشكيل يلعب بانه طريقه لعب، الطريقه اللي يلعب بيها ازاي امام انه فرق بيدرس فرق بشكل جيد، نقط الضعف ونقط القوه في الفريق المنافس. لا الراجل بيلم بكل الامور دي، ده اللي مطمنا بشكل كبير. من بعد يوم 8 نعتبر دخلنا في مرحله الجد، وهنا مش بقصد بكلامي النادي الاهلي بس، بكلم الكره المصريه كلها. ازاي شفت بدايه الموسم؟ ازاي شفت انطلاقه الانديه المصريه في افريقيا؟ ازاي شايف ده ممكن يكون مودينا لمشاركات افريقيه مثلا زي الاهلي في بطوله السوبر ليج ومن بعدها كاس العالم، او منتخب مصر في بطوله امم افريقيا؟ اكيد كانت بطوله سواء على مستوى الفرق اللي كانت بتشارك في افريقيا مش هي الاحسن حاجه يعني. لكن اللي هيميز الفرقه دي العوده بسرعه، زي ما رجع النادي الاهلي وادى بشكل جيد، رجع فريق بيراميدز وادى بشكل جيد، فوز الزمالك اخر مباراه. لا البطوله اعتقد السنه دي اقوى السنه دي، زائد ان بعض اللعيبه اللي كانت غايبه عن منتخب مصر الفتره الاخيره من النادي الاهلي اكيد هتضيف لمنتخب مصر الفتره اللي جايه، خصوصا ده بيمثل المجموعه الاقوى او مجموعه اللعيبه الاقوى داخل منتخب مصر مع الحاله الفنيه اللي موجوده عليها لعيبه النادي الاهلي اكيد هتضيف لمنتخب مصر. شايف روي فيتوريا وتصريحاته الاخيره والمعسكر بتاع منتخب مصر اللي هيواجه فيها زامبيا والجزائر في مباراتين وديتين ازاي؟ و يعني رايك في تجربه فيتوريا اجمالا مع المنتخب المصري؟ يمكن كنت اتكلمت قبل كده على تجربه فيتوريا، ان هو حتى في المباريات الوديه او في المباريات التحضيريه هو لسه ما شاركش مع فرق تكون خصم تقدر تقيس عليه. طبعا تقدر تقيس عليه، بس نستثني من ده بلجيكا. نستثني من ده بلجيكا، يعني دي احلى مباراه لعبها منتخب مصر من يمكن ده ظهر مستوى المنتخب فعلا امام تونس يعني. أيوه. فده اللي انا خد بالك، كان معايا كابتن فتحي نصير وكان بيكلمني على فكره انه اختيار تونس في التوقيت ده، وهم اغلب لاعبتهم محترفين في اوروبا، فبالتالي المواسم عندهم بدات بقى لها 4 أو 5 أسابيع في الوقت اللي منتخب مصر هناك ما كناش لسه ابتدينا الموسم فعليا يعني، فبالتالي كان اختيار تونس في التوقيت ده اختيار خاطئ. هي القصه مش في قصه مستوى منتخب مصر ومستوى المنتخب التونسي بقد ما انه التوقيت كان غلط انك تقابل تونس في الوقت ده. انا بتكلم في حتى فيما قبل مباراه تونس، ان انت ما لعبتش فرق تقيس عليها مستواك الفني، انا عادي ممكن اخسر من اي فريق، ده هيبين لي نقط الضعف اللي عندي، لكن طول ما انا بواجه مباراه متوسطه المستوى مش هقدر اقيس نفسي، ممكن هلاعب فرق كبيره مستواي الحقيقي هيبان، زي ما كنا بنلعب السنغال، زي ما كنا بنلعب كوت ديفوار، الكاميرون، فده المستوى الحقيقي. اعتقد ان مباراه الجزائر هتبين نقط الضعف اللي عند منتخب مصر اللي يقدر الراجل يشتغل عليها. صحيح، هي اصعب واقوى لقاء يمكن هياخده فيتوريا في الفتره التحضيريه لمنتخب مصر لبطوله الامم الافريقيه. اختم معاك بخبر طبعا النهارده، بما ان احنا فتحنا سيره المنتخبات، اختيار طبعا وده اللي قرره مجلس اداره اتحاد الكوره، اختيار وتعيين كابتن وائل رياض مدير فني لمنتخب 2005 وكابتن احمد الكاس مدير فني لمنتخب 2008. اكيد اضافه قويه، طبعا ببارك للكابتن احمد الكاس ابن اسكندريه وابن النادي الاولمبي، طبعا اضافه قويه بخبرات كبيره جدا، واحد من فواكه الكوره في مصر طبعا، جوهره السمراء جوهره بتاعتنا طبعا طبعا، ببارك لشيتوس طبعا، واحد من نجوم 90 وشيتوس طبعا برضو ببارك له جدا، وكان عامل شغل جيد جدا مع المنتخب الاولمبي، لكن اكيد ان هو ياخد الرجل الاول، اتمنى له التوفيق. شيتوس لكوربي يعني او الاوربي ليه شخصيا بيطور من نفسه بشكل كبير، بيتعلم، عايز يعمل حاجه لنفسه والاكيد للفريق منتخب مصر، اتمنى له التوفيق ان شاء الله. كابتن احمد الكاس يمكن بعيد عن المشهد بقاله فتره طويله مش قليله،
لا كابتن احمد الكاس ممكن كان هو يعني دايما كان الراجل الاول في حتى مع فرق الدرجه الثانيه. هو طبعا كموهبه ما فيش خلاف على كابتن احمد الكاس ولا حد يقدر طبعًا يقلل طبعًا من 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 قيمته سواء مع منتخب مصر او مع الاولمبي وبعد كده مرحله الزمالك برضه. مرحله الزمالك لكن على المستوى الفني يمكن كان الكابتن احمد ممكن بيمسك فرقه في الدرجه الثانيه وخصوصا كانت في اسكندريه يعني وكان من اهمهم فريق ابو قير الاسمده مسكه اكتر من سنه ومسك الاولمبي شويه. كان مع منتخب المنتخب لا كان يعني كان ممكن دي اول تجربه يعني اول تجربه للكابتن احمد اتمنى له التوفيق فيها اكيد. شايف انه تواصل الاجيال وقصه المنتخبات اللي كانت واحده من اهم اسباب تفوق مصر وخلق اجيال حقيقه يعني سيطرت على افريقيا وقدمت عروض كويسه جدا على مستوى العالم بيحصل مره ثانيه ولا لسه القصه بعيد شويه؟ يمكن ده اللي انا اتمناه. يمكن كنت من قريب كان معايا محمد شوقي وكنت بكلم في الموضوع دوت معاه ان مهم جدا يبقى عندنا كوادر ان يبقى عندك مدرب واثنين وثلاثه حتى المنتخبات مصر ده كان ما يميز المنتخبات قبل كده منتخب الشباب وكان مع كابتن حسن شحاته انا كنت موجود فيه وكان منتخب اولمبي كان مع كابتن شوقي غريب ومنتخب الاول مش فاكر الفتره كان مع كابتن جوهري. لكن مهم جدا ان انت بتحضر كوادر ان انت لان بعد كده كابتن حسن شحاته بقى مسك المنتخب الاول وعمل نتائج بشكل كبير جدا 6 و8 و10 صحيح. فمهم جدا ان انت تخلق كوادر. معظم انجازاتك دايما مع المدربين المصريين سبحان الله سواء افريقيا او كاس عالم دايما هتلاقي اسم الجوهري حاضر اسم طبعًا. كابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه طبعا كابتن جوهري الله يرحمه. ولكن الحقيقه دايما المدربين المصريين هم صناع البطولات والالقاب مع منتخبات مصر بس لما بيلاقوا الفرصه يعني لما بيلاقوا الفرصه والدعم الكامل من اتحاد الكوره ده انا المدير الفني لوحده مش هيحقق اي شيء يعني لازم الجيل اللي موجود من اللعيبه ولازم المنظومه ولازم المسابقه دي عوامل كتيره جدا. نتمنى نجاح لفيتوريا في جميع الاحوال ونتمنى طبعا نجاح لكابتن وائل رياض وكابتن احمد الكاس مع منتخبات 5 و8 ونتمنى يعني نشكر كابتن احمد طبعا ونتمنى نشوفه قريب في السادسه نورت الدنيا كابتن احمد ان شاء الله ربنا يخليك. تحياتنا ليك دايما بنسعد بوجودك معانا بكره ان شاء الله اللمسات الاخيره وحلقه ما قبل او ما قبل الاخيره بقى لانه ماتش يوم الاربعاء ان شاء الله هنتابع مع حضراتكم لحظه بلحظه النادي الاهلي واخباره في حلقه السادسه بكره. تحياتي ليكم.